الخطاب الروحانية بالمغرب، برنامج يعنى بمناقب وسير أهل الله الصالحين وعلماء الأمة العارفين. أقطاب الروحانية بالمغرب، إعداد وتقديم محسن نورج، إخراج كريم مجيد، والإشراف العلمي للدكتور عبد الإله حنزار. أحبابي الكرام، متتبعي موقع وقناة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مرحبا بكم في سلسلة برنامج أقطاب الروحانية بالمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته، وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته على المضارعة كل نظير، وتنزه في صفاته عن تناه وتصوير. اللهم صلي وسلم بأنواع كمالاتك في جميع تجلياتك على سيدنا ومولانا محمد، أول الأنوار الفائضة من بحور عظمة الذات المتحقق في عالمي الظهور والبطون بمعاني الأسماء والصفات. فهو أول حامد ومتعبد بأنواع العبادات والقربات، والممد في عالمي الأرواح والأشباح لجميع الموجودات وعلى آله وصحبه، صلاة تكشف لنا النقاب عن وجهه الكريم في المرائي واليقظات، وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم في هذه الجلسة الإيمانية العطرة بأريج ذكر أهل الله الصالحين، مع أناس كانت ثقتهم بالله أعظم مما في أيديهم، امتلأت قلوبهم بالخوف من الله وحده فخافهم كل شيء، أناروا قلوبهم بسراج الذكر وملأوا بطونهم بالورع، مزقوا ظلام الليل بذوي التسبيح والتهليل، لم يترك ذكر الموت لهم فرحا، لم يكن في ظنهم يوما أن التاريخ سيحكي قصتهم للأجيال من بعدهم. نواصل معكم فقرات برنامج أقطاب الروحانية بالمغرب. الله 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 الله
معلمنا لهذا اليوم شخصية بارزة لها حضور في عالم الصلاح والولاية والدلالة على الله تعالى. إنه نزيل أبي الجعد ومؤسس الزاوية الشرقاوية، سيدي بوعبيد محمد الشرقي ابن الولي أبي القاسم الزعري رضي الله تعالى عنهما، الزاهد الورع والذي يعتبر من الشيوخ المعتمدين الآخذين عن سيدي عبد العزيز التباع بمراكش، وممن لهم القدم الراسخ في طريق القوم. من صلب هذا الصالح سيدي أبي القاسم الزعري سيسطع نجم سيدي بوعبيد ويبرز من بين مشايخ عصره، وزاويته من أهم أكبر الزوايا بالمغرب اشتهرت به منطقة تواجده، كما كانت محط عناية رجال العلم وشيوخ التصوف وقبلة الطلبة والراغبين في المعرفة خلال القرن العاشر الهجري. ولد رحمة الله عليه في فترة قيام دولة السعديين، واختلف المترجمون في عام ولادته، لكنهم أقروا على أنها ما بين 926 هجرية و 928 هجرية، على اعتبار أنه عاش حوالي 82 عاما أو 84 عاما. أما كنيته بالشرقي فاختلف فيها ولها روايات كثيرة، إلى أن ما يتردد شفاهة بالزاوية أن أهل العبادة سموه بوعبيد وأهل الشرق سموه بالشرقي. تلقى سيدي بوعبيد الشرقي تعليمه الأولي على يد والده الذي علمه مبادئ القراءة والكتابة، وسهر على تحفيظه القرآن بزاويته بتدلى، ثم بعدها أرسله ليتم مساره وتكوينه الديني والعلمي في زاوية الصومعة، وهي في ذلك العهد تحت إشراف شيخها الجليل سيدي أمسناو، فأخذ بهذه الصومعة من العلوم الدينية كالتفسير والقراءات والحديث والفقه، بالإضافة إلى علم الحقيقة. وفي هذه الزاوية
سيلتقي بطالب آخر من أقرانه، سيكون له شأن كبير وصيت ومكانة في تاريخ الزوايا والتصوف، بل سيصبح شيخ زاوية الصومعة وصاحب أشهر كتب التراجم والمناقب، إنه الشيخ التادري الصومعي. وقد تميزت علاقتهما بالتنافس الشديد أيام الدراسة وبالاختلاف فيما بعد. مكث سيدي بوعبيد الشرقي بزاوية الصومعة ردحة من الزمن يأخذ عن شيخها سيدي سعيد أمسناو، ولما توفي الشيخ عاد إلى كنف والده ينهل من معينه العلمي والصوفي، ويأخذ عنه طريقة شيخه سيدي عبد العزيز التباع شيخ متصوفة القرن العاشر، وكذا أخذ عن الشيخ سيدي عبد الله بن الساسي والشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر المختار وغيرهم من الأفاضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد رحلة التحصيل العلمي والأخذ الصوفي، سيقدم سيدي معبيد الشرقي على تأسيس زاويته بأبي الجعد، والتي ستشتهر فيما بعد بالزاوية الشرقاوية، حيث استقطبت الزوار والطلبة والموردين من كل أنحاء المغرب، مما جعل من صاحبها محط أنظار واهتمام أهل وقته. ولا زالت هذه الزاوية قائمة وعامرة إلى وقتنا هذا. يقول الناصري في الاستقصاء إنه كان من أكابر أهل وقته، وتخرج على يديه جماعة من الأولياء، وبعث إليه المنصور الذهبي جماعة يختبرونه، فظهرت لهم كراماته. وقال في كيار المحال
توفي سيدي أبو عبيدة الشرقي في أول ليلة من محرم عام 1010 هجرية، وضريحه معروف بأبي الجعد. فاللهم تغمده برحمتك الواسعة، وأسكنه فسيح جنانك، واجعلنا من المقتافين لسيرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. اللهم لا تخيب آمالنا ولا تحرمنا رجاءنا، واحفظنا في حياتنا ومماتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح عدد ما في علمك كائن أو قد كان، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.